هنروح للفقرة الطبية ونحكي عن مصطلح جدا شائع وهو الكورتيزون، بنسمعه كثير بحياتنا اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلام، ولكن اليوم هذا المصطلح قد ما هو شائع قد ما هو دقيق، ومفروض نحن نعرف قد ايه مساوئه بالاستخدام العشوائي وشو هو تعريفه الطبي وشو هي آلية عمله بالجسم. يا ليلى، تماما يا رشا، كثير من الأشخاص بيعتبروا انه الكورتيزون هو الدواء السحري لعلاج كل الحالات، لكن البعض بيخافوا منه، بمجرد ما يوصف لهم الطبيب الكورتيزون بيرفضوا. طبيب دكتور بدنا غير هذا الدواء، بيعمل سمنة، بيعمل احتباس سوائل. اليوم رح نحكي عن آلية عمل الكورتيزون بالجسم وشو هي فوائده وأيضا شو هي أضراره. كل هالأمور رح نناقشها مع ضيفتنا الدكتورة هالة شاهين، دكتورة بالصيدلة وأستاذة جامعية ناشطة في مجال التوعية الصحية. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وصباح كل المشاهدين. صباح الصحة دائما، هيك بنتفائل بهالابتسامة الحلوة من حضرتك. اهلا وسهلا دكتورة، نورتي صباحنا لليوم. مثل ما كنا عم نحكي، قد ما هو شائع قد ما هو دقيق بوظيفته بالعمل بعمل داخل الجسم. خلينا نعرف طبيا اليوم شو هو الكورتيزون. الكورتيزون او مجموعة الكورتيزونات خلينا نقول هي مركبات تعرف علميا باسم الستيرويدات القشرية. هي مواد مصنعة كيميائيا تحاكي ببنيتها الهرمون الكورتيزول الطبيعي اللي بتفرزه قشرة الغدة الكظرية بجسمنا استجابة للإجهاد أو التوتر. الكورتيزول الطبيعي بجسم بسموه هرمون الإجهاد أو التوتر، عند أي رعبة عند أي تعب بفرزه الجسم. فالكورتيزونات هي مواد مشابهة ببنيتها للكورتيزول لكنها مصنعة كيميائيا، بينضوي تحت هذه الزمرة العديد من المركبات، هيدروكورتيزون، بريدنيزولون مثلا، فلوتيكازون، العديد من المركبات. هي مختلفة عن الستيرويدات المعدنية مثل الالدوستيرون اللي بيحافظ على مستوى المعادن بالجسم، أو الستيرويدات الابتنائية اللي منسميها اللي هي تحاكي ببنيتها الهرمونات الجنسية، خاصة الهرمون الجنسي الذكري التستوستيرون، وهدول بياخدوها الرياضيين لحتى تكبر عضلاتهم. فالستيرويدات القشرية شيء آخر، هي إلى بنية موحدة، مجموعة من الحلقات، 21 ذرة كربون إلى آخره، وجميعها تتداخل بالعديد من عمليات الاستقلاب بالجسم وبعمل جهاز المناعة. تمام دكتورة، كتير مثل ما ذكرنا يعني بالمقدمة أنه كتير من الأشخاص بيعتبروا أنه الكورتيزون هو دواء سحري، هل هذا الشيء مظبوط؟ هلأ هو دواء سحري، شوفي لك، كل دواء هو سحري لما بيستخدم مظبوط بمكانه بجرعة مناسبة بوصفة الطبيب إلى آخره. هو يمكن بياخد لقب السحري أكثر لأنه مفعوله قوي وسريع، يعني هو كمثبت للمناعة ومضاد للالتهاب، هو يؤثر خلال فترة زمنية كتير قصيرة، فالمريض يشعر بالراحة مباشرة بس ياخده، لذلك بيسموه الدواء السحري. إنما هذا الساحر هو ساحر شرير كمان، لأنه في عنده العديد من الآثار الجانبية، ولا بد من مراعاته والانتباه تماما لآلية أو ضرورة استخدامه أو عدم ضرورة استخدامه، وعدم تناوله عشوائيا أبدا لحتى ما نقع بالكثير من المشاكل. هذا رح نفرد له سؤال لحاله ونتوسع فيه بشكل أكثر. خلينا نروح دكتورة للأمراض اليوم اللي بحاجة اليوم الطبيب يوصف الكورتيزون للأشخاص. التأثيرين الأساسيات للكورتيزون هن مضاد للالتهاب ومثبط للمناعة، فبالتالي الأمراض اللي بتستدعي أنه ناخدهم هي الالتهابات، خاصة التهابات الشديدة جدا، لأنه هو كونه تأثيره سريع على إبطاء الالتهاب والتقليل من النواقل العصبية اللي بتحفز الالتهاب. فنحن بالالتهابات الشديدة اللي ممكن شدة الالتهاب تأذي النسيج اللي عم بيصير فيه الالتهاب، ضروري نستخدم الكورتيزون. زائد أنه كونه هو مثبت للمناعة، فكل أمراض اللي إلها علاقة باضطرابات الجهاز المناعي مثل أمراض المناعة الذاتية مثلا، مثل مرض الذئبة الحمامية، تصلب لويحي، التهاب المفاصل الرثياني مثلا، البهاق، الصدفية، هي كلياتها من أمراض المناعة الذاتية. هي الأمراض ضروري أن يتم فيها استخدام الكورتيزون لحتى نثبت هالحالة المناعية المضطربة اللي عم بيعملها الجهاز المناعي. بأمراض المناعة الذاتية معلش لو شرحنا شوي، عادة الجهاز المناعي بيتعرف على العامل الممرض الغريب عن الجسم، أو بيتعرف على العامل المحسس اللي بيعمل حساسية إلى آخره. بحالة أمراض المناعة الذاتية بصير الجهاز المناعي بيتعرف على جسمنا على أنه هو غريب، فبيبلش
بيهاجمه. فلذلك لابد من استخدام الكورتيزون بهذه الحالة لحتى نثبت الحالة المناعية الخاطئة. بحالات الحساسية الدواء السحري هون فعلا بحالة الحساسية هو الكورتيزون، لأنه التحسس هو عبارة عن تفاعل مناعي، لكن ما بيكون هجوم الجهاز المناعي على عامل غريب جرثوم أو فيروس، يكون على عامل بنسميه العامل المحسس أو المستأرج بيقولوا بالمعجم الطبي الموحد، هو العامل يلي بيحرض حالة الحساسية بالجسم فبيهاجم الجهاز المناعي. لذلك بحالات الحساسية ضروري نستخدم الكورتيزون لنثبت هالحالة المناعية. وأيضا في له استخدام الكورتيزون هو بحالات بعض أنواع السرطانات، لأنه في له مفعول كابح لتكاثر الخلايا السرطانية، فبالتالي ممكن يفيد بتحسين وضع المريض السرطان ببعض أنواع السرطان وليس بجميعها. تمام دكتورة، خلينا نبلش نحكي عن الأسباب، عن التأثيرات الجانبية والأضرار لتناول هذا الدواء. تماما، مثل ما حكينا هو دواء سحري، لكن مثل ما قلت لكم ساحر شرير، هو صح بيعمل مفعول صحيح، هو بيعمل مفعول قوي وسريع وبيريح بالعديد من الحالات. الحقيقة كثير من الأمراض استخدام الكورتيزون بيكون الحل الوحيد والناجع وفعلا اللي بيريح المريض، لكن له العديد من الآثار الجانبية، على رأسها موضوع احتباس السوائل وفتح الشهية، فبالتالي يصاب المريض بزيادة وزن كثير كبيرة. هو كونه الكورتيزون يدخل بالعديد من عمليات الاستقلاب بالجسم، على رأسها استقلاب السكريات والدهون، فبالتالي استخدام الكورتيزون رح يرفع السكر عنا بالجسم. احتباس السوائل رح يؤدي لارتفاع ضغط الدم، حيؤدي ايضا لاضطراب بالشوارد، بصير في عنا ارتفاع بالصوديوم وانخفاض بالبوتاسيوم، وهذا الاضطراب ما بين هدول الشاردتين بيأثر على عمل القلب بشكل كتير كبير وممكن يؤدي لفشل قلبي حتى. ارتفاع الضغط ممكن يؤدي لارتفاع ضغط العين، فممكن يصير في عنا مشكلة اعتام عدسة العين، وبيدخل المريض بحالة نقص رؤية وانعدام رؤية، حتى احيانا بيفقد نظره. ايضا كونه يدخل بعمليات الاستقلاب فبيأثر على موضوع العظام، على تثبيت الكالسيوم بالعظام، فممكن يعمل حالة من الهشاشة العظمية. طبعا هدول كلياتهم لما بناخده لفترة طويلة لاستخدام مزمن. ايضا ممكن يصير في عنا حالات من الارتباك النفسي، لقوا انه الاستخدام الطويل للكورتيزون ممكن يدخل الانسان بحاله من الاضطراب النفسي، ارتباك، تشوش، مثلا عصبيه ما أنا مفسره نتيجه استخدام الكورتيزون. طبعا برجع وبعيد انه هدول الاثار الجانبيه بيطلعوا نتيجه الاستخدام المديد، لذلك غالبا بنلاحظ نحن انه الاطباء بتوصف الكورتيزون يومين ثلاثة مو أكثر إذا الحالة التهابية. تدريجياً بيتم إدخال الكورتيزون تدريجياً؟ هلا يتم إدخاله تدريجياً، لأنه عملية إفراز الكورتيزول الطبيعي بالجسم كتير تخضع لتنظيم كتير شديد. الغدة النخامية هي اللي بتنظم عمل الغدة الكظرية بإنتاج الكورتيزول. إذا نحن دخلنا بجرعات كتير قوية رح يصير مثل أمر عنيف للغدة الكظرية، إنه في نسبة عالية وقفة عن الشغل، فممكن توقف بطريقة مزعجة لها وما تعود ترجع تشتغل مرة ثانية. فلذلك مندخل الدواء شوي شوي، منبلش بربع حبة، بعدين مننقل لنص حبة، بعدين حبة لحد ما نستخدمه. هيك الغدة تتعود شوي شوي على مستويات الكورتيزون يلي داخلي على الجسم، وحتى وقت إيقافه المفروض أنه نوقفه نحن بالتدريج لنفس السبب، لأنه تعود الجسم أنه في عنا مستوى لنفرض 5 ميلي جرام 20 ميلي جرام اللي هو موجودين بالجسم، فنحن ما بيصير نوقفه فجأة، الغدة بدها وقت لترجع تعاود هيدي الكمية، فكمان منوقف بالتدريج، منخفض من مثلا حبتين لحبة لنص حبة لربع حبة إلى آخره، لحتى ترجع غدة الكظر تشتغل شوي شوي وتبلش تعاود هالمستوى يلي كان موجود بالجسم. لذلك يتم إدخاله وإيقافه بشكل تدريجي. طب دكتورة، مين هنون الأشخاص، أو هل في أشخاص ينحظر عنهم استخدام الكورتيزون، ممنوع يستخدموا الكورتيزون، وهل في بديل له للمعالجة؟ هلا احيانا لا بديل، يعني احيانا ببعض الحالات لا بديل، المفروض نلجأ له برقابه شديده لبعض الاشخاص مثل ما تفضلتي. نحن نتيجه الاثار الجانبيه يلي بيعملها الكورتيزون، كونه هو رافع شديد لضغط الدم، فبالتالي مرضى ضغط الدم ما المفروض ياخذوا كورتيزون، مرضى السكري ما المفروض ياخذوا كورتيزون لانه هو ايضا يرفع من السكر، المرضى يلي هن اوريدي في عندهم هشاشه عظام وفي عندهم مشاكل ويمكن يكون عندهم كسر او الى اخره، هدول كمان
مفروض ياخذوا كورتيزون لانه استخدامه يزيد من الحاله سوء. الناس اللي عندها مشاكل بالرؤيه كمان ما لازم ياخذوا. الناس اللي عندها زياده وزن كمان ما لازم ياخذوا. بس نرجع منقول احيانا اذا حاله تستدعي يتم اعطاء المريض يعني نهار نهارين بس لنحل القصه اسعافيا، وبعدين بنحوله على دواء اخر غير الكورتيزون لحتى ما نفوت بالاثار الجانبيه الشديده تبعه. طب دكتور ذكرتي اليوم ما هو بالاثار الجانبيه شكله شرير وجدا يعني تمام. اليوم يعني ذكرتي اكثر من عرض وكله مهم بجسم الانسان. اليوم بعد ما ينتهي المريض من الكورتيزون ويوقف الطبيب يوقف هذه الادويه، قد ايه بدها تطلع من الجسم ليرجع هذا الجسم لوضعه الطبيعي اذا في زياده وزن لحتى يرجع للوزن الطبيعي؟ طبعا الاثار الجانبيه الشديده تكون من الكورتيزون الفموي او الحقن. نحن الكورتيزون موجود بعده اشكال صيدلانيه، اللي يستخدم موضعيا كريمات ومراهم او قطرات مثلا لنفرض، هدول ما لهم نفس الاثار الجانبيه مثل وقت بنستخدم فموي او حقن. هلا فموي او حقن مثل ما تفضلتي دخل على الجسم، شلون بده يطلع؟ حسب الجرعه اللي نحن اخذناها وحسب مده الاستخدام. نعم. انا بقول لك تجربه شخصيه، انا استخدمته لحاله معينه صحيه كانت عندي، كنت عم باخذ 4 إبر يوميا لمده شهر، احتاج عام كامل لاخلص من تاثيراته كامله. تمام. اذا هي مربوطه، يمكن حدا ثاني يكون عم ياخذ ابره يوميا، يمكن حدا يكون عم ياخذ حبتين بس او حبه او نص حبه، حسب الجرعه يلي عم بياخذها المريض، حسب هل هي فموية أو هل هي حقن، مدة الاستخدام مدة يوم يومين أسبوع شهر 3 شهور إلى آخره، حسب المدة وحسب الجرعة بيكون خروجه من الجسم. لذلك ما المفروض نستخدمه عشوائيا، لأنه ليطلع من الجسم بده وقت بشكل عشوائي. تمام. والله ما بتعرفي، والله في كثير ناس بيستخدموا. دكتوره كثير بنسمع هذا المصطلح، على ما يبدو من كلامك هو يعني خلينا نقول شائع ولكن ليس صحيح. يعني الناس بيكون عندها تاثيرات جانبيه بسمنه بحال نفسي، بتقول لك انا من وقت اخذت كورتيزون ما بقى رجعت لوزني، هل هذا الشيء صح او لا؟ بده يطلع من الجسم يعني؟ لا بيطلع من الجسم بس بدنا نصبر عليه. يعني انه ما له سبب هو انه ما بقى يرجع الانسان لوضعه الطبيعي؟ لا لا، ربما الحاله المرضيه اللي كانت هي ادت لانه ما رجع جسمه اشتغل بشكل طبيعي، بس لا انه الكورتيزون يبقى بالجسم ويخربط الجسم لقدام، لا لا هي بسمعك يمكن حجه هو. الا للاشخاص يلي يمكن بياخذوه لفترات كثير طويله لسنوات الى اخره، هيدا موضوع ثاني، بس عاده نحن بنخلص منه بعد فتره معينه. وبرجع بقول لك عاده الشائع انه لا يتم استخدامه لفترات طويله، فترات قصيره بتحل القصه وبعدين انتهينا. طب دكتوره بالنسبه للاشخاص اللي بيستخدموه لفترات طويله، هل التغذيه السليمه لها علاقه ممكن أكيد. يكون لها دور اثناء العلاج بتخفيف من حده الاضرار؟ حابس للسوائل وبيخربط شوارد الصوديوم والبوتاسيوم، فنحن المفروض اثناء ما عم نتناوله لازم نخفف او ناكل حميه خاليه من الملح حتى ما يصير في عنا ارتفاع مثلا ضغط واحتباس سوائل بزيادة. أيضا لازم نراقب الأكلات السكريات اللي نحن عم ناخدها لأنه هو أصلا عم يرفع السكر عنا بالجسم. لازم نعتني إذا نحن عم ناخد كورتيزون، لازم نعتني بالوارد اللي عم يدخل لجسمنا من الكالسيوم من فيتامين دي لحتى ما نوصل لحالة هشاشة عظم. ما لازم ندخن، ما لازم ناخد كحول لأنه هيدي كلياتها كمان بتزيد من هدول الآثار الجانبية. فالمفروض إذا نحن عم نتعالج بالكورتيزون ما ناخد هيدي المركبات أبدا، وأكيد أكيد ما ناخده إلا بعد استشارة الطبيب. للأسف عم نشوف كتير حالات ناس عم تاخده لزيادة الوزن، يعني هن بيركضوا ورا هالأثر الجانبي. شو قلتي المصطلح دكتورة؟ وجه القمر. صحيح. كتير من الصبايا اللي نحاف كتير وبيحاولوا أنه يزيد وزنهم ما بيأكلوا، فهي بدها تزيد وزنها فبيأخذوا كورتيزون ليزيد وزنها وبصير وشهم مدور، فسموه المصطلح وجه القمر، أنه هن بيستخدموا الكورتيزون ليوصلوا لوجه القمر الوش المدور، بس هن ما عم يعرفوا أنه هن مجرد وقفوا الكورتيزون حترجع نحيفة ولح تاخذ كل الآثار الجانبية السلبية يلي بيتعرض لها اللي بيستخدم كورتيزون. ان شاء الله هيك بهي الصحه والسلامه لجميع الناس. دكتوره هلا نورتي صباحنا لليوم، شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها. شكرا. ودائما نقول العمل الوقائي هو عمل جدا مهم بالصحه النفسيه والجسديه. شكرا، يومك حلو. شكرا لك دكتوره وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا حبيبي.